يعني يرجع لهناك يشتري له مزرعه ويشتري له بيت ويقول في مال الله وراح اروح ويروح على اساس بعد ما يرجع ورا شهرين يجينا ورا شهرين لانه دي يشوف مصدر رزق كبير بالنسبه له وهو قادر ان يشتغل كل شيء وما عنده شيء مشكله بهذا الموضوع. لكن احنا نتخوف من المشاكل. شوف انت تدري ايش قد اكو نسبه كبيره منهم يعملون تجار بالموضوع الارهاب الى حد اليوم كان عمليه مسك الى حد اليوم اتكلم خلال ال 24 ساعه سابقه هنالك عصابه مسكت في البصره التاجر بالاعضاء. الى حد اليوم اكو عصابات من باكستان هم يتاجرون بالحشيشه والكوكايين والمواد المخدره. انا اسالك